شباب معكم بروف زين الدين انس اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا دوزيام بارتي ديال لو كورس في تيمبورال دي ترانسفورماسيون كيميك دونك الدرس الثاني في الشيمي ديال دوزيام اني باك الوغ في لو بروميير كا ولا في لا بروميير بارتي ديال الكور شفنا كيفاش نقدروا نحسبوا لا فيتيس فوليميك ديال انطلاقه من واحد لافونسمون اكس صافي وقلنا بلي في لا بارتي 2 لا بارتي 3 الا كان بوسيبل غادي نشوفوا دو تخوكا وغادي نشوفوا لي كونسونطراسيون ديال برودوي غادي نشوفوا لا كونديكتيفيتي لا كونديكتونس اي انسي دو سويت الوغ في هذا لو كالو لو دوزيام كا غادي نحاولوا نخدموا لو كا دي دي كونسونطراسيون دي برودوي دونك السؤال اللي كتعطيني شنو هو المعيار اللي كان يخدم بكونسونطراسيون ولا نخدم بحاجه اخرى تو سامبلومون كنجي نشوف لا كوب اللي عندي لا كوب كيكون عندي هنا تي كيكون بعض المرات في السيكوند دي فوا بالميني دي فوا بالاور دونك على حساب التمرين كيفاش كيكون ولكن هنا كيتبدل ليا فكيكون هنا عندي واش كونسونطراسيون دي برودوي ولا اكس كونديكتيفيتي كونديكتونس يقدر يكون بريسيون يقدر يكون فوليم يقدر يكون بزاف د الحوايج يقدر يكون كاع دوك لي غروندور اللي كنا شفنا في لا بارتي الاولى ديال الكور الوغ هنا عندنا دو بيشير كنحاولوا نخدموا كيف قلنا هاد لوكا عندنا دو بيشير في سوليسيون 1 وسوليسيون 2 في سوليسيون 1 عندنا كا بلس و ام ان او 4 موان هنا عندنا اف او 3 بلس وعندنا الاس او 4 2 موان دونك هنا واحد لا كيسيون قبل ما ندوز هو كيقول لي شنو هو لو رول ديال كا بلس و اف او 2 بلس ولا عفوا ديال اس او 4 موان شنو هو لو رول ديال هذا ولو رول ديال هذا كيتسموا هادو دي زيون سبيكتاتور ايونات متفرجه ما كتغياجي ما والو ما كتفاعل ما والو ولكن عنده واحد الدور غادي نشوفو ان شاء الله في دو تخوكا وغادي نفهمو ان شاء الله من بعد كيكونوا عاطيني دو كوبل مثلا عندي ام ان او 4 موان ام ان 2 بلس اف او 3 بلس اف او 2 بلس الوغ هذا توجور هو لوكس وهذا هو الريدكتور اوكسيدون ريدكتور يعني مؤكسيد مختزل وهذا مؤكسيد وهذا مختزل تري بيان دونك هنا درنا المعادله نفس المعادله الاولى ولا دومي رياكسيون الاولى هنا غنديرو دومي رياكسيون الثانيه في دومي رياكسيون الثانيه عندنا اف او 2 بلس عطيني اف او 3 بلس بلس واحد الالكترون دونك هنا علاش كنديرو دو فليش كنديرو دو فليش حيت عندي غير دومي رياكسيون سكيل في لا رياكسيون تقدر تكون في لي دو سونس صافي دونك هذا كونسيرنون لي دو دومي رياكسيون الوغ هنا خاصني ندير واحد رياكسيون بيلون واحد رياكسيون توتال كيفاش غادي ندير لها هنا كنشوف لو نومبر دي الكترون شحال عندي هنا 5 وهنا عندي ان سيل الكترون دونك اي دو ميتيبلي فوا فوا 5 خصنا نضربو في 5 الا ضربنا في 5 تولي عندي هنا 5 الكترون وهنا 5 الكترون سكيل في غادي نسامبليفيو سي بون دونك هنا اش غتكون عندي غتكون عندي ام ان او 4 موان بلس 8 اش بلس بلس هنا عندي اف او 2 بلس ولكن عندي فوا 5 هنا كندير ان سيل فلاش علاش حيت عندي ان رياكسيون توتال دونك غندير ام ان او 2 بلس وغندير بلس اش دوزو وعاد غندير اف او 3 بلس ولكن هاد المره عندي توجو فوا 5 دونك ما خصنيش ننسى ديك 5 ولا داك الكوفيسيون اللي زدت انا من عندي سي بون دونك السؤال هنا هو كيقول لك كالكولي لا فيتاس فوليميك دونك باش نكالكولي لا فيتاس فوليميك اش خاصني ندير اول حاجه خاصنا نديرو هو لو طابلو دافونسمون ديال هاد لا رياكسيون هادي دونك نحاول نخدم فوق منه ونخدم فوق منه باق 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 سي بون دونك في الاول كيكون عندي كونتيتي دو ماتيير ديال هذا غنسمي ان واحد كيكون عندي كونتيتي دو ماتيير ديال هذا غنسمي ان دو و كونتيتي دو ماتيير ديال اف او 3 بلس غادي نسميها 3 ولا ان 3 عفوا هنا اشنو عندنا هنا كتكون عندنا زيرو دائما في لي برودوي في لانستون تي ايغال زيرو ما كيكون عندي حتى شي حاجه في لي برودوي دونك غندير زيرو ولكن لما اكس اي ما كنديرش عفوا اكس اي يعني وفير دائما لما كيكون عندي وفير هنا غادي ندير زيرو الوغ هنا غندير اكس هنا غندير شحال عندي الكوفيسيون هنا 5 دونك غندير 5 اكس هنا غتكون عندي ان 3 موان 5 اكس هنا ان 2 موان 2 اكس وهنا ان 1 موان اكس علاش حيت هنا عندي المعامل واحد هنا عندي المعامل 8 درت خاصني ندير 8 اكس 8 اكس وهنا عندي المعامل 5 دونك غندير موان 5 اكس سي بون تري دونك هنا بغاو لا فيتاس فوليميك لا فيتاس فوليميك توجور ايغال 1 سور في اس فوا دي اكس سور دي تي دابا السؤال هو دي اكس سور دي تي وانا ما عنديش دي اكس سور دي تي عندي اف او 3 بلس هنا في لاكو دونك خاصني نميطو الوغ هنا انا كندير واحد لي 4 خطاب لا ايتاب الاولى كنكتب لا غولاسيون كنكتب لا غولاسيون لا غولاسيون ها هي كيف كتبتها لي ايتاب الثانيه كندير اكس اون فونكسيون كنقلب على اكس اون فونكسيون ديال هذاك لا كورب اللي عندنا
يعني هنا شنو باش بغاو؟ بغاو اف 3 بلس، دونك غندير نقلب على اكس اون فونكسيون اف او 3 بلس. ليطاب الثالثه غادي ندير نقلب على دي اكس سيغ دي تي، وليطاب الرابعه غادي نغومبلاسي هذيك لا فالور اللي خرجت لي هنا، غادي نغومبلاسيها في لا في ليكواسيون ولا في لا غولاسيون ديالنا. الو ليطاب الاولى حنا درنا في كتساوي 1 سيغ في اس في دي اكس سيغ دي تي. ليطاب الثانيه خاصنا نقلب على اكس اون فونكسيون اف او 3 بلس. هنا كيف نعرفوا ان اف او 3 بلس كتساوي ان، يعني لا كونتيتي دو ماتيير ديال اف او 3 بلس سور في، سور في اس بيان سور، سور لو فوليوم توتال. علاش من جبتها؟ جبتها من لا غولاسيون كتقول لي بلي ان كتساوي اكس فوا في، متفقين؟ دونك اكس كتساوي هي ان سور في، دونك هي هذه لا غولاسيون. الو خاصني دابا هذه انا ما عنديش، كيف غنجبدها؟ دائما كنمشي لاكاز ديالها. دابا عندي اف او 3 بلس، فين عندي هنايا؟ عندنا في هذه المرحله هذه كنحط هذيك لاكاز ديالها، متفقين؟ دونك كنعوضها بلا كارت ديالها، اش غتساوي؟ فغتقولي لي هي 5 اكس سير في اس، حيت عندي هنا 5 اكس، سي بون. انا شنو باغي في لا كيسيون؟ باغي نقلب على اكس اون فونكسيون اف او 3 بلس. دابا انا عندي اف او 3 بلس لا كونسونطواسيون ديالها كتساوي 5 اكس سير في اس. من هنا غادي نضرب ونشقلب، غتخرج لي هي اكس. هنا اللي كان بسط غادي يولي مقام، واللي كان مقام غادي يولي بسط، فغتولي عندي هي في اس سير 5 فوالا كونسونطواسيون ديال اف او 3 بلس. وانا جبت x en fonction f e 3 plus. دونك ندوز دابا المرحلة الثالثة. دابا المرحلة الأولى درتها حطيت لها غلاسيون، المرحلة الثانية درتها هي. ندوز دابا المرحلة الثالثة، خصني نقلب على dx سيغ دي تي. dx سيغ دي تي هو لو ديريفي في الماس، خصنا نعرفو القضية مزيان بلي كنعرفو في الماس كنديرو مثلا 4x بخيم، في الفيزيك كندير dx سيغ دي تي، يعني ديريفي ديال x بارابور لو طون، متفقين؟ دونك دي اكس سيغ دي تي هذا ثابت يعني كونستونت، وهذا كونستونت حيت في اس فالور ما كتغيرش، و 5 فالور حتى هي ما كتغيرش، دونك سون دي كونستونت ما كيتبدلوش. شنو اللي كيتبدل عندي هنا؟ هو اف او 3 بلس. واش عرفتو كيتبدل؟ حيت عندي في لاكور كيتبدل بدلاله الزمن، يعني ها هو كان في الاول في زيرو، ها هو طلع شويه وبقى غادي كيتبدل، دونك هو لي فاريابل، دونك هو اللي كيتبدل ليا. بويسك هو اللي كيتبدل ليا، لي كونستونت غادي نخرجهم من ديريفي، واللي اللي كي فاريابل نخليه في الديريفي. الو قبل نحط هي دي سيغ دي تي ديالاش؟ ديال في اس سيغ 5 فوالا كونسونطخاسيون ديال اف او 3 بلس. ونسد قلنا بويسك هادو سون دي كونسونط، دونك غادي يخرجو. فاش غتولي عندي؟ غتولي هي في اس سيغ 5 دي ديال اف او 3 بلس على دي تي، متفقين؟ دونك لي مفهمش هاد ليطاب هادي اللي درت هنا يخليها في لي كومونتيغ باش نشرحها ليك. سي بون. الو دابا لقيت دي اكس اون فونكسيون دي تي، يعني ولا عفوا دي اكس سيغ دي تي لقيتها، ها هي في اس سيغ 5 فوا دي ديال اف او 3 بلس على دي تي. انا لقيت هادي المرحله الثالثه. دونك شبقات لي دابا ليطاب الرابعه. ليطاب الرابعه غادي نغومبلاسي في لا غولاسيون. دونك عندي دي اكس ولات عندها هاد لا فالور دي اكس سيغ دي تي، وعندي لا غولاسيون هي لو فوليم. شنو كيساوي الفوليم؟ كيساوي 1 سيغ في اس في دي اكس سيغ دي تي. وانا ديجا لقيت دي اكس سيغ دي تي هي هاد ليكسبريسيون، دونك نعوض دي اكس سيغ دي تي بهاداك ليكسبريسيون. فاش غتولي عندي؟ غتولي عندي في ايكال 1 سيغ في اس، وغنعوض فوا في اس على 5 فوا دي ديال اف او 3 بلس على دي تي. هنا عندي في اس، مع في اس غادي نسامبليفيهم، غتبقى ليا لو فوليم اولا لا فيتاس فوليميك كتساوي 1 سيغ 5 في دي ديال كونسونطخاسيون ديال اف او 3 بلس على دي تي. وبالتالي الى تبعتوا معايا ديك النهار كيف درت ديك النهار، بالتالي نقدر نجي هنا، نقدر نجي هنا ونقول لو فوليم ولا لا فيتاس فوليميك عفوا كتساوي 1 سيغ 5 هاد دي سيغ دي تي. باش غنعوضها؟ غنعوضها بدلتا اف او 3 بلس على دلتا تي، وهاد دلتا اف او 3 بلس دلتا تي تمشي لا طونجونت، كناخد دو بوان كيف ما كانوا، ها هي البوان الاولى، ها هي البوان الثانيه، وكندير الاسقاط وكتخرج ليا دلتا اف او 3 بلس على دلتا تي، صافي. دونك كناخد دو بوان وكنعوضهم هنا هاد ليكسبريسيون هذا، وكنقدر نجبد من هنا لا فيتاس فوليميك. سي بون. دونك هادشي كونسيرنون لا فيتاس فوليميك. الو سيبوزون راني لا كيسيون الثانيه قال لي احسب تي ان دومي. تي ان دومي يعني لو طون دو دومي رياكسيون، لو طون دو دومي رياكسيون. كي اللي غيجي يقول لي استاذ مدام طون دو دومي رياكسيون، دونك غنجي غندير كيف كندير اكس، غناخد اكس لا كونسونطراسيون ماكسيمال هي هادي، غنقسمها على جوج، وداك الشيء غندير لا بروجيكسيون. هي صحيحة ولكن ماشي دائما، دونك خصنا نشوفو كيفاش لقيناها. الو غنحط أول حاجة بعدا غادي نحط لا غولاسيون اللي لقينا قبيلة، لقينا قبيلة انطلاقا من طابلو دافونسمون، ها هي لا غولاسيون نحطها قدامكم، هادي غنحطها قدام،
دونك اشنو لقينا؟ لقينا اف او 3 بلس ايغال 5x سور في اس. الوغ الا بغيت اف او 3 بلس ماكس هاهي غندير اف او 3 بلس ماكس. فاشنو كتساوي؟ شنو هنا اللي كياخذ دي فالور؟ شنو اللي كيبقى يتبدل؟ يقدر ياخذ الماكس المين 5 واش عندها بزاف ديال لي فالور؟ لا عندها اون سول فالور مزيان. في اس واش عندها بزاف ديال لي فالور؟ لا حتى هي عندها فالور وحده. اكس هو اللي كيبقى يتبدل ليا انطلاقا من طابلو دافونسمون، حيت طابلو دافونسمون هاد اكس كيتبدل اكس ماكس اكس فينال. دونك هو اللي نقدر نقول ليه راه كتساوي 5 سور في اس في اكس ماكس، يعني اكس عوضتها اكس ماكس، حيت هنا بغيت اف او 3 بلس ماكس. سي بون، ولكن انا ما باغيش اف او 3 بلس ماكس، ولكن باغي اف او 3 بلس ديال تي ان دومي. فكنعرف انا ديجا كيف قلت لكم في لاسيونس اللي فاتت بلي اكس ديال تي ان دومي اشنو كتساوي؟ كتساوي اكس ماكس سير 2. فهذاك الشيء اللي غادي ندير، غندير اف او 3 بلس ديال تي ان دومي اشنو كتساوي؟ كتساوي 5 سير في اس في اكس ماكس سير 2. ورا لاحظتوا بلي هذه شنو هي؟ هي هاد ليكسبريسيون هاد، متفقين؟ دونك اش غتولي عندي اف او 3 بلس ديال تي ان دومي كيساوي اشنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا هذا هو اف او 3 بلس ماكس. علاش قلت ماكس؟ حيت عندي هاد ليكسبريسيون هو هذا، دونك نقدر نعوض اف او 3 بلس ماكس سير واحد دو منساهاش، وانا جبت ديال اف او ديال 3 بلس ماكس. دونك هو الماكس سير 2. سيبوزون كانت مثلا هادي عندي دونك 2 4 6 8، دونك هذه هي 8 حيت درت لا بروجيكسيون غتجيني هذه هي 8، متفقين؟ دونك هذه هي اف او، غادي نكتب هنا اف او 3 بلس ماكس. دونك النص ديالها هو هذا، دونك غندير لا بروجيكسيون هنا غتجيني هاد لو بوين هادي، وغنقول راه تي ان دومي كتساوي 0.5 سكوند، متفقين؟ حيت عندي هادي 1 سكوند، دونك هادي 0.5 سكوند. الوغ تي ان دومي ايغال 0.5 سكوند. Donc j'espère que vous avez compris le deuxième cas concernant les concentrations des produits. Donc là nous avons une question ou le lien soit sur la page Facebook, soit le lien sur le groupe WhatsApp. Alors nous allons maintenant nous retourner une fois dans le deuxième cas et nous allons faire moins attention. Alors nous allons d'abord le troisième cas. Adnah n'a de la coupe là. Toujours netté. On a tourné cette fois P de H2, يعني ديال gaz. Ça fait qu'on a le dihydrogène, c'est un gaz. Alors, réaction chimique qui est, il y a des FeS plus 2H plus aqueuse, qui est Fe2 plus plus H2. Donc, on va attendre la courbe phi le P, yani la pression de H2. Alors, la première chose que je vais faire toujours, c'est que je vais dire le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement, c'est ce que je donc, on a un cas. Donc, on a un de Fe, on a un de H plus, on a un de 0 et 0. غتكون عندنا هنا n موان x n موان 2x. هنا شنو غتكون اللي عندي؟ x، حيت عندي المعامل هنا اللي مضروب في f او 2 بلس هو واحد، فبالتالي هنا x. دونك هنا غتكون x ماكس، دونك با لا بين نكتبها. دونك انا درت طابلو دافونسمون، متفقين؟ الوغ توجور لا كيسيون سي كالكولي لا فيتيس فوليميك، يعني توجور حنا غنبقاو نخدمو كيفاش نقدر نكالكولي لا فيتيس فوليميك. الوغ فيما يكون عندي شي كام من غير لافونسمون كنتبع هاد لي 4 ايطاب. الا تبعت هاد لي 4 ايطاب كون اكيد انه غيجيك اي تمني غيجيك ساهل. الوغ ليطاب الاولى اكري لا غولاسيون، دونك حنا غنكتبو لا غولاسيون. حنا اون سي كو في يعني لا فيتاس فوليميك كتساوي ان سور في اس، يعني لو فوليم توتال، ولا كاين اللي كيسميه في وكاين اللي كيسميه في تي. انا كنسميه في اس سيتادير الفوليم ديال السوليسيون فوا دي اكس سور دي تي. توجور نكتب هاد لا غولاسيون هادي. La deuxième étape est chercher x en fonction pH2. Et nous avons la relation entre x et pH2. Nous avons la relation entre x et pH2. X, je ne sais pas ce que c'est. C'est la quantité de matière qui est découverte, ou l'avancement qui est découverte. Donc, je ne sais pas ce que c'est entre n et p. Yani, il y a entre n et la pression. Automatiquement, il y a la relation des gaz parfaits. Donc, la relation des gaz parfaits, c'est ce que je veux dire. Je veux dire PV égale NRD. متفقين؟ دونك غنقول P ديال H2 فوق V ديال H2 كتساوي N في R في T. متفقين؟ هاد N ديالاش؟ بيان سيغ ديال H2. يعني ملي غنجيبها؟ غنجيبها توجور من لاكاز ديالها في لو طابلو دافونسمون. في لا طابلو دافونسمون شنو عندنا N شنو كتساوي؟ كتساوي X. دونك نحط هاديك لاكاز نحطها بلاصة. فغتولي عندي P ديال H2 فوق V ديال H2 إيكال X فوق R فوق T.
نجبد دابا x حيت انا توجور باغي x اون فونكسيون بي ديال h2. دونك x شنو كتساوي؟ هي بي لا بريسيون ديال h2 فوا لو فوليم ديال h2 على r في t. انا لقيت x اون فونكسيون بي h2. دابا نمشي ليطاب الثالثه اللي هي شيرشي دي اكس سور دي تي. دونك انا نقلب على دي اكس سور دي تي اشنو كتساوي؟ دونك هنا لاحظوا معايا مزيان، هذه عندي في كونستانت ما كتبدلش، تي كونستانت ما كتبدلش، و ار معروفه كونستانت دي غاس بارفي هي ما كتبدلش. الوغ شنو اللي كيتبدل ليا في لاكور؟ سولمون بي، يعني كلهم هادو سون دي كونستانت، سون دي كونستانت، يعني غادي يخرجوا ليا من الديريفي. في اللغه نحط هي دي سور دي تي ديال اش؟ ديال في اش 2 على ار تي في بي اش 2. انا اللي ما فهمتش هذه، غير جبتها حطيتها هنا، يعني راه ما درت حتى شي حاجه. دونك اشنو كتساوي؟ قلنا هادو سون دي كونستانت، هادو كاملين كونستانت ما غاديش يتبدلوا ليا. فغتولي هي في ديال اش 2 على ار تي فواياش فوا دي ديال بي اش 2 على دي تي. متفقين؟ الوغ انا لقيت دابا دي اكس سور دي تي اشنو كتساوي؟ هي في ديال اش 2 سور دي تي فوا دي ديال البريسيون اش 2 على دي تي. انا لقيتها، دونك ليطاب الثالثة ها هي كملتها. دونك هنا 1 هنا 2 3، دونك نقلب دابا على 4. الوغ فكا شنو غادي ندير؟ عندي توجور لا فيتاس شنو كتساوي 1 سور في اس فوا دي اكس سور دي تي، وانا لقيت دي اكس سور دي تي كتساوي ديكسبريسيون. دونك اش غندير؟ غير غنعوض به. الوغ في شنو كتساوي؟ 1 على في اس في في اش 2 على ار في تي في دي ديال بي اش 2 على دي تي. كاين اللي غادي يقول لي هذا فوليوم وهذا فوليوم، غادي نسامبليفيهم. لا، هذا سي لو فوليوم توتال، هذا لو فوليوم ديال اش 2، يعني الفوليوم اللي تكون ليا ديال اش 2. صافقين؟ دونك ما عنديش الحق نسامبليفي، سي بون. قبيله كان عندي الحق حيت كانت عندي في اس على في اس، مي هذا عندي في اش 2 وهنا عندنا في اس. دونك شنو كتساوي هاد لا فيتاس؟ تو سامبلومون هي في اس 1 سور في اس فوا في ديال اش 2 على ار في تي. هاد دي بي اش 2 غادي نعوضها بدلتا بي اش 2 على دلتا تي، وبيان سور دلتا ديال بي اش 2 على دلتا تي غادي نجبدهم من لا طونجونت. سي بون، ندوز دابا دونك نخدمو هنا شي مشكل. الو دابا بغيت نجبد تي ان دومي، بغينا تي ان دومي لو طون دو دومي رياكس. الو قبيله شنو كنا لقينا؟ كنا لقينا بلي بي اش 2 و في ديال اش 2 انطلاقا من سولون لا غولاسيون دي غاز بارفي كتساوي اكس في ار في تي. متفقين؟ هادي لا غولاسيون لقينا. دابا حنا بغينا بي ديال اش 2، شنو كتساوي بي ديال اش 2؟ كتساوي اكس في ار في تي، وهاد الاش 2 غنديها للطرف الاخر، ولا عفوا هاد الفي اش 2 غنديها للطرف الاخر. هادي كانت جداء ولا كانت برودوي غادي يولي ديفيزيون، دونك غتولي سير في اش 2. دونك انا لقيت بي اش 2، انا دابا باغي بي اش 2 ماكس، مابقيتش باغي غير بي اش 2، فاشنو غادي ندير؟ عندي ار كونستونت ما كتبدلش، تي كونستونت وفي حتى هي كونستونت ما كتبدلوش، دونك شنو اللي كيتبدل ليا؟ اكس. فبما انه بغيت بي ديال اش ماكس، حتى اكس غادي ندير ليها ماكس. دونك تساوي ار في تي في في اش 2 في اكس ماكس. متفقين؟ دونك انا لقيت بي اش 2 ماكس. دابا بغيت بي اش 2 ديال تي ان دوم شنو كيساوي؟ كيساوي قلنا قبيله بلي توجور اكس ديال تي ان دومي ايكال اكس ماكس سير 2. دونك غادي نعوض بها، فاش غتولي عندي هنا غندير اكس ماكس سير 2 ار تي سير في اش 2 فوا اكس ماكس ديفيزي بار 2. الا لاحظتوا هاد ليكسبريسيون هذا هو هذا نفسو نيت. فبالتالي شنو غادي ندير لي؟ غنقول بي اش ديال تي ان دومي، بي اش 2 ديال تي ان دومي اشنو كيساوي؟ كيساوي بي اش 2 ماكس سير 2. وفيني بي اش 2 ماكس، بي اش 2 ماكس بيان سور غادي نجبدها من لا كورب اللي عندي. دونك هادي هي البي اش ماكس، غادي ندير لها البروجيكسيون بحال هكا بي اش 2 ماكس. غتخرج هي اون فالور غادي نقسمها على جوج، غتجيني تقريبا هنا ولا هنا. غادي ندير لا بروجيكسيون على لاكو، يعني غندير الاسقاط على لاكو. هذيك لا فالور اللي غتجيني راه هي تي ان دوم. متفقين؟ حيت هادي بي اش 2 ديال تي ان دوم. سي بون. دونك هذيك لا فالور اللي خرجت ليا غنكتب لي بار بروجيكسيون، بار بروجيكسيون يعني بالاسقاط، تي ان دومي ايكال، ونكتب ليه لا غولاسيون ديالها، وبيان سور يل دو ريسبكتي
لي زينيتي اللي عندنا هنا انا عندنا بويسك بالسكوند دونك هذيك لا فالور غادي نكتبها لي بالسكوند مثلا خاص ليا 1 سكوند نكتب لي 1 سكوند 2 سكوند الا كان عندي ديك لا كورب بالمينوت غادي نكتبها بالمينوت دونك هادشي اللي كاين هنا دونك جيسبر تكونوا فهمتوا هاد الكور هذا مزيان جيسبر نكون وصلت المعلومه كوم الفو الله يسر لكم والله يعاونكم كان معكم بروف انس زينتي اي بون شانس